يا واو اللوت كي ولات، ها شوفوا واو اللوت. تعجوبة تاني. ها مال خوت شي حوالة راهم يسرحوا هنا، راهم ياكلوا. شوفوا الاجواء كي دايره. شو هادي؟ يا سبحان الله، شو هاد الحجرة راه تحت هادوك الصحراء ولاو بحال الحجر ياك؟ هاي كعلى من واقفة هاد، هادي راه كانوا يصوتوا بها هادي بكل. اللي كتميز هاد الفضاء هو انه جاي في وسط الطبيعة، يعني كتحس راسك بحال راك جالس في جنان ديال المزاح، ولا ماشي بحال راك في قهوة. هذا هو الفرق بينه وبين الفضاءات الأخرى. شوفوا هنا كاينة هاد الشجرة ديال المزاح، ها هو فين راه يبان لكم. شو تبارك الله قداش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم الخوت راني في مدينة بلكان، هاد النهار إن شاء الله الوجهة ديالنا غادي تكون لواو اللوت. مدة طويلة الصراحة ما مشيت لواو اللوت، هاد النهار غادي نمشيو تما نشاركوا معكم الأجواء كي دايرة في ديك المنطقة، وموراها إن شاء الله نمشيو لواحد المقهى اللي معروف في ديك البلاصة، واللي الصراحة هو عبارة عن فضاء اللي مختلف. علاش؟ لأنه جاي في وسط الجنانات ديال المزاح، وفيه واحد المنظر اللي رائع، ويمشيو له بزاف ديال العائلات بالخصوص في العطال وفي الفترة الصيفية. هاد النهار نمشيو تما. إلا كنتو أول مرة تشتركوا، إلا كنتو أول مرة تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناة، أدعوكم للاشتراك، بارطاجيو هاد الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، نزلوا لتحت كتبوا لنا شي كومنتير، وخليونا نبداو الفيديو ديالنا لهذا. قبل ما نبداو الجولة ديالنا الخوت، بغيت تشوفوا معايا الأجواء هاد النهار كي راها دايرة. راني على الطرف ديال واد شراعة، واحد الغيامة الخوت دعوة راها مظلمة. شوفوا شو كي راها دايرة. نتمنوا ان شاء الله تكون شي امطار ديال الخير في هذا النهار ولا غدا. كما شفتوا معايا ذاك النهار كانت واحد الرعديه اللي كانت جات في المنطقه الشرقيه وفي مدينه بركان، وجات فيها امطار الخير الحمد لله. اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. المهم الخوت دروك غادي نبداو الجوله ديالنا وغادي نتجهوا لواول. بسم الله على بركة الله نبداو الجولة ديالنا لهذا اليوم. الوجهة إن شاء الله غادي تكون نحو واللوت. هاي الخوت راكو تشوفوا معنا الدعوة كي راها دايرة، مغيمة مغيمة هاد النهار سبحان الله. أدرك عاد راني في ديك القنطرة اللي كاينة تما في الطريق، تقريبا هنا صافي راه حنا بدينا في واللوت. وهاد المنطقة راها معروفة بالمزاح، راكو عارفين الفاكهة ديال المزاح معروفة في الإقليم ديال بركان بصفة عامة، يعني كاينة بكثرة، وربما هو أكبر إقليم اللي فيه الفاكهة ديال المزاح اللي كتسمى باللغة العربية فاكهة الزعرور، وبالفرنسية هي لينافل، هذا هو الاسم ديالها. ومعروفة حنا عندنا بالمزاح. دروك الخوت رحنا في واو اللوت. يلا ندخلنا لواو اللوت. شوفوا كي دايرة الدعوة تما. غادي نوصلوا ان شاء الله حتى لديك القلته ديال واو اللوت، نشوفوا كي دايره. لان راكو شفتوا راه كانوا، كنت شفت مجموعه ديال الصور في الفيسبوك كيهضروا عليها، واللي كانوا قالوا بلا راه نشفت، كانت نشفت ديك البركه ديال واو اللوت الله يحفظ. حتى الماء ما بقاش فيها كاع مع هاد السنوات اللي كانوا ديال الجفاف. ونتمنوا ان شاء الله تكون امطار الخير في هاد السنه، نتمنوا ان شاء الله تكون الامطار ديال الخير. اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. راه كاين هنا واحد الحي اللي جديد على اليسر، صراحة فيه مجموعة ديال الديور اللي زينين ونقية، نقي بزاف واحد الحي. من بعد نضربوا بكم شي دورة تما تشوفوا كي داير. ولكن أول حاجة غادي نمشيو نقربوا شوية لديك القلتة، نشوفوا كي راها دايرة الدعوة تما. تعرف شحال ما جيت لواو اللوت ولا؟ راه مدة الصراحة يمكن واحد العام ولا ما جيت هنا ولا أكثر، تقريبا تقريبا تكون واحد العام يمكن. شوفوا كي دايرة الدعوة تما، وراه البني كيتزاد هنا، هي بحال هاد ستاسيون تزاد جديد، هذا أول مرة نشوفو، عمرو ما شفتو هذا، بيتروم داروه جديد. الحي ديال واو اللوت هو داك اللي راه يبان لكم الفوق، في ديك البلاصة الفوق كاع. هنا كاينه واحد المدرسه وكاينه اعداديه. المهم تنوليو غادي نضرب بكم دوره باش تشوفوا هاد الحوايج الجداد كاملين اللي تزادوا هنا في الجهه ديال واو اللوت. هاي انا راه كاينه اعداديه وكاينه ملاصقه معاها واحد المدرسه، جوج ديال المؤسسات اللي جداد.
كاع محفر هاد الطريق. هاد الوطا موالفين مع هاد الطريق، تعرف كي يديروا فيها ولا؟ خطيه ما يعرف لا حفاري لا والو، غير يزيد. هي رحنا قربنا بزاف لديك ديك البركه ديال واو اللوت المعروفه، نشوفوا فين غادي نوقفوا نمشيو تما. بان لي نوقف غير هنا احسن. الخوت راني نزلت هنا في واو اللوت، غادي نمشيو نضربوا دوره نشوفوا ديك البركه ديال المكره دايره. والصراحه لاحظت بزاف ديال الحوايج اللي جداد هنا، من بينهم هاد الطريق اللي راني نتمشى فيها، هذه راه لاحظتها عاد كي داروها يمكن، بقاش مده ما جيت هنا الصراحه. غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. شوفوا معايا الخوت هاد الطريق اللي داروها جديده هنايا، شو راه داروا لها التريطوارات. المهم الكودرون مازال عاد ديك لاكوش التاليه اللي هي تجزئه جديده. شوفوا هذه تجزئه جديده اسيدي، راه البني تزاد هنا يبان لي. شوف هي غادي نوري لكم نقرب شويه حتى نكون مولي. راه كاتبين شي معلومات تما على هاد الارض اللي راه تتباع هنا، ولهيها القدام كما قلت لكم كاينه ديك الاعداديه وكاينه المدرسه مور ديك الرومبوا تقريبا. ها هم كل الباطيمات ديال واو اللوت، وهي واو اللوت هادي ركبوا عليها هنا من الفوق، عادوا نزلوا نضربوا شي دوره لتحت. ها هي البركه ديال واو اللوت، شوفوا كي راها دايره. هاي البركة ديال واو اللوت الخوت هي هادي، انا شفتها عمو ياك. قلت لك نشفت. واه ايوا نتمنى ان شاء الله تكون شي شتيوة. هاي هادي هي واو اللوت الخوت، شتو كي ولات سبحان الله، ما بقاش فيها كاع الماء بزاف، كاع ما قليل بزاف ويبان لي موسخ. وعاد راكو تشوفوا هاد الماتر هما اللي راهم يزيدوا يجبدوا داك الماء، راهم يزيدوا يجبدوا عاد، غالبا كيديوه لدوك الجنانات ديال المزاح اللي كاينين في واو اللوت. هاي الخوت هنا على الطرف ديال الطريق كاينه واحد التجزئه اللي جديده، شوفوا معايا واش راهم كاتبين هنا معلومات عليها. ها هي الرقم ديال الهاتف، دي فيلا من 65 مليون للفوق، هذا هو الثمن اللي كاتبين. والتجزئه هي هذه، شوفوا معايا داروا لها القدرون. ها هي شوف ها قسموها وداروا لها القدرون، يعني باش يبداو يبيعوا البلانات باش الناس يبداو يبنيو في هذه البلاصه. ها هي شوف راه عاد خاويه، تجزئه كبيره تبان لي غادي غير جايه يعني في البديه ديال واو اللوت. هاوك الدوار ديال واو اللوت هما دوك الديور اللي راهم يبانوا القدام لهيها، عاود شفتوا معايا لهيها كاع واو اللوت. والبركه ديال الماء راها هنايا في هاد البلاصه على الطرف، والعمارات ديال واو اللوت هما هذوك اللي لهيها القدام. خوت راني وصلت حتى لهاد حتى البلاصه ديال واو اللوت، قلت علاش لا نهود نشارك معكم الاجواء لتحت في ديك القلته ديال واو اللوت. نهودوا لتحت عاد ونعاودوا نطلعوا باش تشوفوها معايا عن قرب. راه تما واحد السيد راه يسرح ودايرين دوك المواتر ديال الماء. المهم غادي نهود بهاد البلاصه. ها هي القلته الخوت راه لهيها لتحت، غادي نهود غير مع هاد الطريق بقى شويه تزلق. ها هي رانا هاودين، نشوفوا كي دايره الدعوه هنا. ها هما الخوت شي حوالا راهم يسرحوا هنا، راهم ياكلوا. شوفوا الاجواء كي دايره قدام القلته ديال واو اللوت. ها هي البلاصه كامله، شوفوا معايا سبحان الله جايه بحال واحد الصور داير بها. شوف
بحال جبل طبيعي طاير بالقلته ديال واولوت، بالبركه اللي كاينه في واولوت. هما الحواله راهم ياكلوا. كي ولات يا راتي. وفين كان يوصل الماء كاع؟ بكري؟ واه الكازو هذا الربيع اللي راه يدار من الكازو حتى لهنا. واه حتى لهنا حتى بالماء هذاك. واه 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 والله هنا. شوف انت شوف كي ولا الماء يكثر. وداك الفوسي هو اللي كلي جديد، داك اللي في الوسط. الفوسي الفوسي هو البارحه بديك الشتا، يمكن الشتا كان مساوي يا خويا. وقنا ريح ريح درك الغرق ديالها اللي ما معروفش. ها قال لي يقول لك بغيت تحوس بغيت تدخل داخل بغيت انا هذاك من الموت راك تعرف هي هذا ياك راك تعرف. واه والغرق ديالها حتى واحد ما عارف هنايا. واه شحال توصل؟ لا لا تكون على حساب حساب هنايا على حساب جوج مات. جوج مات جوج مات 180 هكا غير هنا ولهيها في الوسط كيف كيف؟ لا لا اللي في تما تزيد من هي راه ناقصه شويه. انا في الطرف اللي غارقه شويه. واه 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 يعني درك واخا الجفاف راه جوج مات، واخا يعني راه هكا درك جوج مات. ما من تطلع راها تطلع. واه لا تطلع بزاف. انا انا بكري بكري هاي. واه واه ما كان يطلع من هنا. واه نمشيو نشريو هكا كان من هاد البلاصه. هذا راه قديمه هذه. قلب هذه الحجره على من راه على من راه واتيه بعدا. لا صورها لتحت بعدا رغي واحد فيها حجره وقع حجره ديال بحال هكا الراحه ديال ديال الاخر ديال 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 الكار من لتحت رجع من تحت وش راه بحال شو هادي يا سبحان الله. شو هاد الحجره راه تحت هذوك الصحراء ولاو بحال الحجر ياك على من راه واقفه هايك على من واقفه هذه. هذه راه كانوا يصوتوا بها هذه بكلف من هاد البلاصه منا كانوا ينقزوا منا منا كانت الماء فوقها هنايا هنايا الماء فوقها انا نشوف نشري وقتها ونصوت يا واه لا الشمارة هادو واه يعني كان ما كان بحال هكا خذ روح حتى بالبز باش ما يزيدوش يعني الماء يوصل حتى للحيط كان يوصل كان الغازو هذا كذا كان واه هو الغازو هذا كاع راه كان يوصلوا الماء ها هو شفتوا الماء كان هكذا محركون ها شوف سبحان الله شوف هذا راه الامثال شوف ربي يعطينا الامثال والله العظيم انت راك ما تعقلش تقول انت واه لا لا ما نعقلش بحال الوالد ديالك بحال اللي كان الاخر واه هو يعقلي هو راه كان واحد الوقت كيدعي والشتا كتجي في نهارها اليوم فين راه اليوم كان يديروا السقا يديروا غير تبقى ديال الخبزه ديك الشتا اللي كنت هي اللي راه مواتيه وشوف الفوسي كي داير الفوسي ذاك الوسط ياك هذاك هذاك اللي راه واه واه هذاك ديال البارح هذاك راه غير ديال الشتا هذاك الفوسي شوف وهاد الوسخ اللي درك واش كانوا يرميو الناس ولا واش لا اللي تخرج من هنا ايه جابوا الشتا يمكن جاب هذيك الموتانيه اللي كانت واه 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 نقلوا ديك الاخرى ولا كان ربي بودو شوف راني جيت تما واه جيت من تما واه هذيك القراعي كلشي راه يعني يمكن غير الشتا اللي هودت هاد الشيء الشتا واه الحمله عشت من جهود الحمله مليح سبحان الله اللي كان ربي جاني اللي كان مليح جبت الحمله هذاك اللي لهيها بعدها سرت وقت راني نشوف انا هذا هذا الفوسي هذا سبحان الله فوسي اللي جديد ياك هذا الفوسي كامل لا ماشي نقولوا لو كان غير بعد واه غير المسور تحفر غير تما واه بحال القروه الله يسلمك واه 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 بحال القروه ها هو الله يلعنها اللي حر وتكون انت بحال انت بحال القروه اللي درت لك وشوف علاش ربي يعني يبين لنا لا سبحان الله يا واولوت كي ولات ها شوفوا واولوت تعجبت هذه وهاد الصور هذا من بكري هكا هاد الجبل هكا طبيعي هذا طبيعي هذا طبيعي هكا كان الربيع موجود شو طاير كاع بهاد البلاصه سبحان الله والله الا سبحان الله شو سبحان مرحبا بكم من جديد دروك الخوت راني طلعت من ديك البركه ديال واولوت كنت مع واحد السيد تما اللي هو ابن المنطقه واللي عاش هنا في واولوت يعني ملي كان صغير قال لي نعقل على هاد البلاصه ملي كنت صغير والصراحه واحد السيد اللي كبير في السن وعطاني بزاف ديال المعلومات من قبيله الصراحه هو يقول لي معلومات على واولوت بزاف ديال الحوايج اللي قالهم لي من بين المعلومات يعني ان ديك البركه ديال واولوت كانت طالعه بزاف راكم شفتوا داك السور اللي كان تما كانت توصل حتى تقريبا حتى لعندو داك السور عاد كي داروه ماشي بزاف يعني شي سنوات قال لي كانت جات واحد الميزانيه وكانوا بناو داك السور على حساب البزاوز يعني الا جاو تما ولا مثلا باش من يدوروا على واولوت ما يطيحوش في ديك البركه بحال اللي حاصروها بداك السور اللي كاين تما راه مبني بالحجر
وعاود واحد الحاجه اخرى بلا الماء راه كان يوصل حتى لديك البلاصه اللي فيها بحال الغازو، هذاك الشيء كامل تاثير ديال الماء، يعني كان يوصل حتى لتما الماء، يعني واحد كان العلو ديالها بزاف. وهو بعدا قال لي راه كنا نعوموا فيها لانه هو بابن المنطقه، كان دائما قال لي كنعوموا تما، كنكزوا بواحد الحجره اللي وريتها لكم في الفيديو من تما، قال لي كنجيو كان عند ديك الحجره واصلها الماء، كيجيو يحطوا الرجل ديالهم وينكزوا فيها واللوت. وسبحان الله يعني بزاف ديال الحوايج. وغير هذه المره التاليه كانت واحد البلاصه تما دارت بحال الفوصي بهاد الشتاء اللي فاتت، فهاد اليومين اللي فاتوا سبحان الله تقسمت ديك البلاصه ديال واولوت، راكم شفتوها معايا في الفيديو كي دايره. ومن بين المعلومات الاخرى هي واحد القشله راكو عارفين ديال واولوت تما، ان شاء الله شي مره ندير لكم شي فيديو عليها، لان عليها بزاف ديال المعلومات اللي خصنا نهضروا عليهم، وهي واحد المكان اللي تاريخي اللي كاين في ديك المنطقه. وداك المكان التاريخي راه كانوا بزاف اللي هضروا عليه في مجموعه ديال الفيديوهات اللي كنت ديجا تفرجت لهم وكنت قريت بعض المعلومات عليها، ان نيلسون مانديلا، عرفتوا داك الافريقي اللي معروف، راه ما كانش اللي ما يعرفش نيلسون مانديلا، كان يتدرب على التير في ديك البلاصه. تخيلوا معايا كان يتير القرطاس، يعني التدريبات ديالو دارهم تما، يعني وصل فولو، تخيلوا معايا هذه المعلومه غريبه. وايضا دوك العسكر كانوا عايشين تما، وبعد ذاك السيد حكى لي قال لي نعقل في جوايه 65 كان عندهم واحد البلاصه بحال التليفون كيهضروا به العسكر، قال لي ديك الوقيته كان التليفون يعني ما كاينش كاع في هذه المنطقه، كان داك بحال التليفون، قال لي واحد الاسم ديالو مانيش عاقل، كانوا تما كيشوفهم كيجيو دوك العسكر يهضروا بداك التليفون باش يتواصلوا يعني مع ما بيناتهم وصافي. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، وان شاء الله شي مرات غادي نجيبوا مجموعه ديال المعلومات على ديك القشله ديال واولوت ونديروا عليها واحد الفيديو اللي يكون تاريخي واللي يكون فيه مجموعه ديال المعلومات وتكون جوله في هذه المنطقه ديال واولوت. دروك الخوت غادي نكملوا الجوله ديالنا في هذه المنطقه ديال واولوت، غادي نمشي معها الطريق المداري، هذا اللي راكم تشوفوه معايا، الطريق المداري اللي هو اللي كيربط بين الطريق اللي كتدينا لوجده والطريق اللي كتدينا للناظور، بين جوج ديال الطرق وطنيه اللي كاينه في المنطقه الشرقيه وفي الاقليم ديال بركان. ها هما العمارات اللي كاينين، غادي نوصل حتى لديك الرومبو ونولي على طريقي ونمشيو لواولوت ونمشيو لواحد الفضاء اللي معروف هنا اللي سميتو فضاء السلطان، اللي كيمشيو له بزاف ديال الناس كيجلسوا فيه، في واحد الكازون تما كراسة، المهم جلسه زينه. وراني كنت ديجا جيت له هذه شحال، ولكن صراحه مده طويله ما جيت لهذ البلاصه، وقلت علاش لا نمشيو نشاركوا معكم الاجواء، نشوفوا كي دايره الدعوه تما. دروك غادي نولي على طريقي، هاد الطريق راه عاد غاديه الا كملنا معاها، غتفوت في مجموعه ديال الاحياء اللي كاينين في بركان. وهنايا شوفوا الخوت، هنا كاين الاشجار ديال المزاح، كما قلت لكم هاد المنطقه معروفه بالاشجار ديال المزاح، شو تبارك الله شحال ديال الجنانات ديال المزاح الجهه ديال واولوت. وشوفوا المنازل ديال واولوت راهم يبانوا، الدوار ديال واولوت كامل راه يبان منا. تمنظروا معايا في هذه البلاصه، كاين ربما اللي مده طويله ما جاش هنا وما شافش هذه المناظر من المنطقه ديال واولوت، وهذاك هو الدوار القديم اللي كاين هنا منذ سنوات وسنوات. هنا فين كاينه القلته ديال واولوت، ها هي البركه الكبيره اللي كاينه اللي راه ولات للاسف فيها واحد يعني الماء قليل، النسبة ديال المياه ديالها نقصت بزاف. هاي الخوت هنايا غادي ندورو مع الرومبو وغادي نوليو البلاصة اللي كنا فيها قبيلة. شوفوا معايا بعد هذيك الإعدادية الجديدة، وأيضا الطريق شوية يبان لي كاع مكرفصة شوية، مازال ما خدموهاش مزيان. يا الخوت هنا كاينه الاعداديه، ثانويه الوحده الاعداديه، ولاصقه معاها مدرسه ابتدائيه، كاين يعني جوج ديال المؤسسات. هاي ثانويه الوحده الاعداديه هي اللي كاينه في هذه المنطقه، وهذه اللي راها تبان لكم بالتراب الزراق والاحمر، هذه مدرسه ابتدائيه، هذه اللي راها تبان اعداديه، راها لاصقه غير معاها، لاصقه معاها مباشره. وهنا واحد ستاسيون اللي جديد انا اول مره نشوفه، لان الصراحه مده ما جيت هنا، يقدروا يكونوا داروا هذه شي شهور، ولكن الصراحه انا اول مره نشوفه لان مده ما جيت لهذ البلاصه. شوفوا معايا ستاسيون اللي جديد بيتروم، داروا جديد في هذه المنطقه.
وهنا عاود في اليمين قلت لكم راه كاين واحد الحي اللي حتى هو جديد، فيه مجموعه ديال المنازل اللي الصراحه مخير واحد الحي اللي نقي وبناو فيه بزاف ديال الموظفين، بزاف ديال الناس ديال التعليم، الناس ديال لي بونك. المهم غادي نديرو بكم واحد الدوره خفيفه فيه، ندير واحد التحويسه خفيفه هنا. ها هو الخوت، هو هذا هو الحي، وراه فيه عاد البلانات يبانوا لي خاويين، كاين عاد البلانات اللي يقدروا يتبناو. دورو غير منا، دورو مع هادي. هاي واحد التجزئه اللي جديده في الجهه ديال الواو اللوت، وكما قلنا في البدايه ديال الواو اللوت، يعني هادي راه جايه غير في البدايه، ما توصلش كاع لذاك الدوار القديم. قبل ما توصلوا تلقى هاد المنطقه، غادي ندور بكم شويه في بعض الازقه ديالو، وموراها ان شاء الله نمشيو لذاك فضاء السلطان. ها واحد المسجد عاود اللي راه يتبنى جديد. والله الا خدموه مزيان يبان. هاي الخوت دروك حنا خرجنا للطريق الرئيسيه اللي كاينه فوق اللوت. صراحه الطريق خدموها مزيان الصراحه، فيها واحد الطريق تدي وطريق تجي، فيها جوج ديال الطرقان. دروك غادي نحاولوا نمشيو لذاك الفضاء ديال السلطه اللي الصراحه مده ما مشيت له. والطريق اللي كتدي له كتدوخ شويه، كل مره كنبقى نقول مين غادي نفوت مين غادي نفوت. المهم على ما اظن هذه هي الدوره، غادي نحاولوا نشوفوا الله نخرجوا فيه مباشره الا مانيش غلط. هذه هي الدوره ديالو، هي هذه اللي جايه في اليمن. غادي ندورو معاها ونشوفو كي دايره، واش منا واش ماشي منا. المهم غادي نكتشفو غالبا من هنا. ايوا ما عقلتش واش نمشي نيشان واش ما نمشيش نيشان، يمكن هادي هي الطريق، ولكن يبان لي مكرفصه هنا شويه الطريق. شوفوا اللي قلتها الخوت هنا كي دايره، انا ما غاديش نفوت فيها، غادي نفوت على الطرف. دعدعة غادي نفوت منا احسن. والله الا الطريق مدعدعة هنا. على ما اظن راه جاي غير من هنا، ولكن فين بالضبط؟ هاهي هاد الدورة، يمكن هادي. هايك واحد البلاكة، راني قريت واحد البلاكة تما، فضاء السلطان. هاهي شتو في راها مكتوبة، باش تعقلوا معايا الطريق اللي عمرو ما جا لهاد البلاصة راها باينة كيما شفتوا معايا. دخلت مع الدورة الأولى صافي، من غادي تكمل غير مع الطريق وتولي الدور على اليسر، غادي تبان لك واحد البلاكه مكتوب فيها اسباس سلطان، راها بالكحل صافي، وكتمشي نيشان تدخلش في داك الفضاء ديال السلطان. وهذا غادي نخرجوا فيه ديريكت، راني مده ما جيت له الصراحه. هو هذا مع هاد الجو، الله اعلم واش يكونوا فيه شويه الناس ولا لا.
بقاش الجو شويه مغيم هذا النهار، الجو ماشي ديال الخريج بزاف. انا تبان لي واحد السياره اللي كاينه هنا على هاي، شوفوا معايا الخوت، كاينه غير واحد السياره هنا، نشوفوا لتحت واش كاين، لان راه تقدر تدخل السياره حتى لتحت.